كل الاحترام والتقدير إلى جماهير الكويت الحبيبة. أحب أقول لكم هارد لكم، قدمتوا مستوى طيب في هذه البطولة، ولكن هناك حظ زائدا الأداء، والحظ ما حالفكم. أقول هارد لكم وتعوضون إن شاء الله. وبس همشي طبعا الحبايب، أكيد حبايب. ورسالة، رسالة شكر إلى رابطة نادي الكويت، وأحب أقول لكم حق إخواني هيثم، الجماعة كلن باسمه، ما أبغي أذكر اسم وأخلي اسم، هارد لكم إخواني، هذه كورة، وإن شاء الله المواسم الجاية تقدمون أداء أفضل وأكبر، نبقى أخوان ما تفرقنا كورة. هذه روح رياضية المعهودة من الشعب البحريني الجميل والجمهور الراقي. حبيبي عيونك أجمل، حبيبي عيونك أجمل، كما قلنا يعني شعب واحد إحنا، جمهور جمهورنا هو جمهوركم. حبيبي أول شيء قلت لك أنا أوجه تحية خاصة إلى جميع الجماهير الكويتية اللي حضرت من دولة الكويت وآزرت اليوم الفريق في ظل الزحمة اللي موجودة في العراق، تعنى وجاء المسافات، والبحرين هم نفس الشيء قطع مسافات أطول من دولة الكويت، هذا أن يدل إحنا يد واحدة، الأهم عندنا هذا مبروك العلم بس مبروك. حبيبي بارك فيك حبيبي. حكم هاي حبيبي. هذه الروح الرياضية اللي تعودنا عليها، اللي جبنا عليها مالته من شعب الخليج، شعبنا واحد وروحنا إن شاء الله واحدة، والكاس خليجي خليجي خليجي.